سعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نبدأ إن شاء الله بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث يصل الطقس صافي 32 درجة مئوية، الملموسة 30، الرطوبة 21%، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. أنتقل إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة لنهار اليوم، حيث يصل الطقس حار في عموم المناطق. إربد تسجل 38 ل 22، عجلون 36 ل 21، جرش 37 ل 23، المفرق 38 إلى 22. بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأ بالبحر الميت 44 عفوا إلى 29، عمان 36 إلى 24، مأدبة 37 إلى 23، البلقاء 39 إلى 25، والزرقاء 38 إلى 22. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الكرك 33 إلى 23، الطفيلة 35 إلى 26، الشوبك 34 إلى 25، معان 36 إلى 22، والعقبة 42 إلى 30. المنطقة الشرقية الأزرق 40 إلى 24، الصفاوي 39 إلى 22، ورويشت 37 إلى 21. إلى اللقاء.